كنت عايز اسال فضيله الشيخ احمد كريمه بخصوص الرخصه اللي اداها لنا ديننا بالنسبه للصلاه في السفر، حدودها وكل ما يتعلق بالرخصه دي في السفر، خاصه ان حاليا في وسائل السفر حديثه لاطرة، او لو وقت الاقامه قد ايه بالظبط التفاصيل دي. حكم ترك الامام ايه او ايتين من سوره الفاتحه والمأمومين ما ردوش الامام فيما اخطا، يعني هل الصلاة هنا كده بطلت أم ما بطلتش الصلاة؟ لو واحد فاتح محل تجاري ملابس يعني ومعذور في فلوس يجيب بضاعة وحب يجيب الفلوس دي من البنك يجيب بيها بضاعة، هل دي حرام ولا حلال؟ أنا عندي أخويا وحيدنا، إحنا خمسة، من بعد ما اتجوز مراته قطعتنا مننا خالص، يعني نفسنا نشوفه أو نحضنه بنحلم بيه، إيه الحكم مع مراته نعمل إيه؟ يعني إيه الحال معاها؟ الزوج لازم ياخد موافقة زوجته في الزواج الثاني، ده مواكب ومطابق للشريعة الإسلامية. مناسك الحج يعني لو يقدر يوضحها لنا في الوقت الحالي، عشان إحنا طبعًا داخلين على ذو القعدة طبعًا كل سنة طيبين. فيعني اتمنى ان هو برضه يوضح لنا مناسك الحج، لانه كان برضه ليه تعليق كده ظريف كده على موضوع المناسك وكده، فيا ريت نسمع منه ان شاء الله المناسك. حكم تارك الصلاه عمدا بالنسبه للوصايا، الوصايا بيقولوا الشرع ان احنا نعمل الشرع نوزع حسب الشرع، لكن لو حاولت وانا في حياتي اوزع من غير يعني بالتساوي مثلا حرام ولا حلال؟ انا طالبه منه ان يقول للناس يعني نعمل ايه، زياده في القران، زياده في يعملوا ايه، يعملوا ايه عشان الايمان يدخل جوه قلبهم. وكمان في شباب في صوتهم رائع رائع في الاذان وفي يوم الجمعه ده، انا عايزه دول برضو يقروا، مش واحد مثلا 70 80 سنه يقعد يقرا في المسجد في خطبه الجمعه، لا في ناس في شباب صوتهم من اروع ما يمكن. هل يجوز صيام يوم مرضي في رمضان بعديها ولا لا يجوز؟